عرفتوا ليه وصف الجنة موجود كتير في القرآن؟ فكرة التخيل إن ربنا خلانا الجنة سهلة التخيل. أنت عقلك الباطن مليان ملفات، الجنة قريبة قوي، اوعى تفتكر إن الجنة بعيدة، ده في ملايين هيخشوا الجنة من القبر للجنة، ملايين الملايين الملايين. يعني إيه أمة بترعى الغنم تتحول في 20 سنة إلى أمة تقود الأمم؟ لو واحد ما يعرفش يعني إيه كلمة دولار وبقول له هديك مليون دولار لا تعني شيء، لأن مالهاش صورة. كل ما الجنة كبرت في قلبك كل ما الخير زاد.